بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد، أخوتي في العقيدة، أولا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ثانيا وحنم هدقيا بعد الله سبحانه وتعالى ولا لدى دياري كلا كان iyo markaska reer Abu Hurayra maamuliya shacabkiiba. Marka labaad, hadii aan dariskan bilaabo, dariska lay dhiibay waxaa la yidhaha miftaax asacaada zawjiya, furaha badhaadhaha qoyska ama sareedada qoyska. Qoyska muslimka ah inuu liibaano oo uu badhaadho ku noolaado ama sareedo ku noolaado, furaha wuu u baahan yahay. Asal waxaa Islaamka aynu garanaynaa inuu yahay nidaamkii Alla soo dejiyo lagu dhaqmo, sidii Alla uu doortay dadku inay u dhaqmaan, rag iyo dumar, qoys, mid yar iyo mid weyn, in loo dhaqmo. Laakiin waxaan isku dayeynaa bal بعد الأشياء إنان تلمامنا، وحين تلمامي كرنا الزواج أما قوركو وشركة بين الزوجين، أما وأن نولو لأي وداغ يعني لبقف ومركي هرى أجنبي كلاها دبتنا إساقرر لنقضينا نولوشا إسكو در صدان. بحيدة هدان شركة دا سيوحا أصلوا الرأس مال كيدا كواد بيدا هو الحب. shirkadaasi raasamaalka kaliya ay leedahay ee asalka ka ahi waa kalgacal. Ilaahina subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya fii suurati alacraaf, huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha, ama fii suurati ruum, wamin aayaati an khalaqa lakum min anfusikum azwaaja لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلهي وحت المامة يا سبحانه وتعالى إلهي آيات كيس ووين الغقر طوحة كمدة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إن ورقة أما aadam calayhi salaam laga soo bilaabo uu ka abuuray ama uu yeelay lamaane. Lamaanaha waxaa laydinku yeelay baa la yidhi litaskunuu ilayha, inaad ku xasishaan. Asalka guriga markaa waxaa asalka ah in loo dhisto lilitminaani waassukuuni waalraaxa, qofku inuu dego oo xasilo oo meel nolosha dhibteeda kale uu ku soo ilaabo ay noqoto, meeluu nashaad iyo firfircooni ka qaado marka uu ka baxaya inay noqoto. Ilaahayna wuxuu tilmaamaya wajacala baynakum mawaddatan wa raxma, dhexdiinana waxaa alla yeelay subxaanahu watacaala mawadda, kalgacal iyo naxariis baa la yidhi. Kalgacal iyo naxariis. Waxaynu markaa isku dayeynaa sida qur-aanku tilmaamayo xidhiidhkaasi guriga ka dhexeeya ama ninka iyo haweenta uu qabo ka dhexeeya waa xidhiidh xeel dheer oo waxyaabo badan tilmaamaya.
إلى حد إلى هيكو تلمام يهن لباس لكم وأنتم لباس لهن هبا أتهين إذنكو هوين كان قبطان هوين إدادون هبا يكوتين در دركو قفك بن آدم كاي صدح شايبه وقعتا أولا وقعتا عاديات الحياة نسكي عليه كليل قبو واحد شراي نسكي قربه ثانيا وقعتا لسطر عورتي عورتي سينو كاسترته ثالثا وقعتا للزينة وللتزين إنو اسقرحيه ننكا يقبردو انت بويسويين صدح ذا الشايبة ننكا يقبردو ويسويين ومال وقفكو هدو نيني يهدو قبر يهيبا وكدقو كحصله ومال وعوردي سي سرتي سي وحا وقرصان ردان وكوكا يتصدى وودكتو ومال وقرح دي سكو موشيه إذن قفكو وحو قرحون يهي مركو يهي قفرير له ودقن أيو نلاشا قرح دي دي دادن كيدي هيا ساد ردد با إلهي سبحانه وتعالى وحكوت الماما يا رقا إيا دمركو إني لباسي سويه در إني سويه قريقا سيدا إلهي قرآن كيسا كسفه وكلام رب العالمين قريقا إلهي سيدا كسفه يا يكوت الماما إن هل يسويه أما إن لغوحة سليه أما إن مودة إيا الرحمة لحدو دايتالو أيا وحان اسكود دينا قريقا سينو سيچرا وحيابها كيني كرا السعادة دي بارارها كم موجين كرا وحن لان هاي دور شاي باجرة درس كان انتي سبادان وحن اسكود دي ايلان انك هذا الحقوق يواجباتك يا باب كاسي لكن وحن وقوه الرئيسين يا كهد ليا فن التعامل قابك وضا دقنك قابك وضا دقنك ما دام اساس كي سبو حب يا كالقعل يا هاي وينو كسر ليسنا ذا كالقعل كاسي يا سيدي لوحو تشين لها شعيل كاسي اما كالقعل كا اما يسهلو كاسي انو بيرما او كرا او كبعا سعادة دو مركا واحي كحران تاهي ان لغا الالية منغصات كيسي اما وحيابها وحيالية ان لا تقليليو كالقعل كنا واحلا بيرا سيدي دابا حبك وحي هذا كالقعلكم وتلك الحالة التي تصبح فيها سعادة شخص آخر ضرورية لك وحالة بيلين قفك للي بانتي أضيق أي ضروري كون نغطات كفر حضوك قفك نات كالقعلك وهي سيتشعش هاي وحالة تشعش وانا قردن وحالة قفك للربطه اللي بانتي سو أضيق أي كفر حقلينيس فحان ربا مركا اللي بردن انا كصوره dan inaan ka sawiro ninka dan kale inaan ka sawiro gabadha marka aan taa tilmaamayo awalan kalgacalkii xubiga ninkii iyo gabadha u dhaxeeyay inta badan dadku marka child iyo kalgacal iyo muhibbo iyo ishq iyo warka marka la sheego dadka inta badan waxa ku soo degdega aqaligooda mas'alada jamaal quruxda iyo dhismaha qofka iyo hay'adiisa naam quruxda iyo caadamada iyo weynida iyo waxaasi waa fitra insaanka bay kamidiin sideeday fitriyan bay ay mahbuub yihiin wa ilaahay ba quraanka markuu inoo mana sheeganayo ee la sheegay xoolo in leeyna siiyay oo ilaahay inoo abuuray waa inuu wax ku raranayno oo ku guureyno ayaa la yidhi walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun قرح بايدن كسو كان حولو مركي سي دريريان يا مركي سو دريريان بلغ يعني جمالك وشي فطرة ده أصل كقفك بني آدم كاكمي ده لكن قرقو جمالك سي كصاف سن هاي أدا يا بردانتا وحكم مهم سن جمال الأفعال وحلا يلاه قرح ده دقن كم مهم سن قرح ده دقن أما جمال الأفعال ايا سمايه كالقعل كجوكتده ويا جمال كجسد قيسره موقده وحيابا اوغه هريه لومابو كميديهي marka mudalla wada joogo daaba iska socota sadaradeed wa tarahulat baba wa muqalki hore isbedel ba markiba ku yimaada
لكن waxa loo baahan yahay in gurigu ku dhisnaado kalgacalkiisu ku saleysan yahay waxa weey ka asala jamaal al-af'aal sida awgeed reerka saciidka ahi bay dhahdaan waa reerka shucalat al-hubb aanay marna gamaarin shamaca kalgacalku waa reerka aan la daminin bay dhahdaan aanu damin si kale marka loo tilmaamo awaas waxyaabaha dadka isku xidhee caatifada ahi waa reerka aanay marnaba naaqusin laakiin ma aha shaygaasay sida wajbati lqadaa inta mar laysu dhigo la dhergoosaa la ahaado walidaalik waxay yidhaahdaan xubigi iyo kalgacalku waxaa laga yaabaa caawa inaan ku hadlayo luqo ay ku fiican tahay intii guur ku jirta inay dhegaysato amase inta haabanaysa ag joogta walidaalik maadaama sacada zawjiya aan ka waramayo waa runtii luqo gaara waxaa la yidhahdaa kalgacalka waxaa loo yaqaano sidiisaba wuxuu leeyahay funuun kalgacalku ama jacaylku wuxuu leeyahay funuun lagu taqdiyeeyo ama lagu beero qaab loo koriyo loo kobciyo mithaalan axaadiista nebiga iyo ku noqono sunnada nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh iyo qur-aanka waxaa laga yaabaa inay inta badan dadka ay agtooda qariib ku tahay iyadoo jacayl nin iyo gabadhexdii jooga laga waramayo in haddana qur-aan iyo xadiis aanu kutub ilfan kama waramayo laakiin waxa aan tilmaamayo dhammi waa waxaan daliil uga keeni doono min kitaab illaahi subxaanahu watacaala iyo min sunnati nabiyi salawaatu llahi wasalaamu calayh ama dhaqankii nebiga iyo saxaabada iyo dadkii wanaagsana kalgacalku wax beerma horta inuu yahay nebi maxamed baa wuxuu tilmaamayaa ashyaa dadka muslimiintii hadday sameeyaan isjacaylkooda uu badanayo masalan nebigu wuxuu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu calayh tahaadu tahabu xadiiskii saxiixa hadiyaadka isa siiya oo waxaysu hadiyeeya waad isjeclaanaysaan yacnii in hadiye laysa siiya waxay ka mid tahay waxyaaraha beera dadku inay raalli iska noqdaan oo xidhiidh fiican oo kalgacalle uu dhex maro waxaa ka mid a nebigu yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh xadiidkiisna saxiixu muslim ku yaallay laa tadkulu ljanna xataa tuuminu wala tuminu xataa taxaabu jannada geli maysaan buu nebigu yidhi ilaa iyo iimaan laydinka hela mooyaane iimaanna laydinka heli maayo ilaa iyo maxay ah isjeclaataan mooyaane haddana nebigu wuxuu tilmaamay kalgacalkaasi muslimiinta dhexdooda gelaya siduu u kori lahaa awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum ma idin tusiyaa buu nebigu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu calayh acmaal iyo afcaal haddaad samaysaan aa isjeclaanaysaan wuxuu nebigu ku yidhi afshu salaama baynakum salaanta badiya salaanta waa kalaamka tayibkii halku ka bilaabmo qofka walaalkaahi markaasoo harbaxo assalaamu calaykum inaad ku tidhaahdo waad u ducaynaysaa qofka intuu kuu yimi assalaamu calaykum macnaheedu waxa weeyaan rabbi ha ku dhowro qofka intuu kaasoo horbaxay kugu bilaabaya hadalka ilaahay baan ka baryayaa inuu ku ilaaliyo waa qof kalgacal uu kuu wado hadduu kugu celceliyo markaa si kastoo aad u cadhaysnayd hadduu imika assalaamu calaykum ku yidhaahdo haddana hadhow marka iska soo horbaxda assalaamu calaykum ku yidhaahdo laba saddex jeer haddaad afka buurto marka dambe waad iska nafisaysaa waalaykum assalaam baad leedahay yacni waa qof muslim oo markaasoo horbaxay ilaahay kuu baryaya rabbu samaawaati walardi qof kuu weydiinaya inuu ilaahay ku dhowro kama adkaysan karaysid marka dambe yacni nebi maxamed wuxuu tilmaamaya salawaatu llahi wasalaamu calayhi marka inuu xubigu wax la beeri kara yahay dadku inay isjeclaadaan wax la beeri karo oo kalgacalku beerma inuu yahy bale qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahy idfac billati hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyun xamiim baa ilaahay yidhi marka xuma lagugu sameeyo wanaag kaga jawaab baa ilaahay yidhi subxaanah watacaala oo maxaa dhacaya faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kii colaaddu idiin dhexaysay wuxuu noqonayaa buu ilaahay leeyahy kaannahu waliyun xamiim ay sadiiq qariib oo ku jecel ayuu soo baxaya qofkii dhibta kuu geystay ee kaa filaya inaad ka aargudato ama aad ka aargoosato ama aadna aad calal aqal fain caaqabtum bimithli inuu sugayay intii uu kuu geystay in leeg calal aqal inaad u geysato haddaad weliba wanaag u gasho waxay keensanaysaa qofkaa agtiisa inaad dib lagugu soo hadal qaadin daa inuu isaga wax ku yidhaahdee wuxuu yidhaha wararkaasi abaal buu igu leeyay baran waxay waxa ku sameeyo haddana wanaaggaasuu ii galay
سد ردد ما حن مسائل كانوا تلمامي يا وحويان حبك فطري يا هره والله يا با انن يا انن كستو اسغور سنه يا مركي اسغور سين ان كل قعل فطري دحمر وصورته قال لكن انو كاسي جوقتا اهادو او غريغن اسرائيل كاسي او كنولادو او هدي ددكو غبوبان او لا غبوبو او سيدي جعيلكو جوغا وحو باهي هي افعال يا دقن ابو ريا inu kalgacal kaasi joogo waa taa mas'alada u baahan markaasi in wax la iska weydiyo oo la tilmaamo waa taa mas'alada aan isku dayay marka wixii Alla ka fudaydiyo subhana wa ta'ala ina soo naqliya mise soo guuriyo idan kalgacalka qoyska iyo gurigu waa matlab ama waa arrin u baahan sanaac mushtarika bayna zawjayn waa shay u baahan ninka iyo gabadhuba inay wada beeraan waxaan isku dayayaa marka kalimaad al-hub wal-aatifa al-jayyash ay ka muuqato inaan ka soo naqliyo min kalaami culamaa'i salaf qura inaan ka soo naqliyo culamadii hore ee muslimiinta iyo waxyaabaha ay saatan ka yidhaahdeen awalan waxay culamadu yidhaahdaan kalgacalku kow aan nin iyo gabadhu kala qaadno gabadhu haweenaydu inay ninkeeda jeclaato oo jacayl dhaba jeclaataa waa min addiin waana sifo ninkuna uu jecel yahay hadduu gabadhiisa kalgacal ku haysto iyo jacayl uu ka dareemayo waa waxuu ninku jecel yahay taa waxaa u daliila ilaahay qur-aanka markuu sifaynayay dumarka jannada jooga oo ay ka mid yihiin dumarkii mu'minaadka ahaa ee dunida iimaan ku dhintay ahlu jannaa noqda ka mid ah dumarkaasi jannada jooga ilaahay markuu sifeynayay subxaana wa tacaala wuxuu ku sifeeyey inay yihiin kuwa raggooda jecel ina anshanahunna inshaan fajacalnahunna abkaaran curuban atraaba baa ilaahay yidhi waxa weeyaan baa ilaahay yidhi curuban haweenka jannadu gabadha muslimaddii inay ahlu jannaa la dhaqan noqotaa waa waxaa diintu ku yeedhayso ana ahlu jannu waa dad dhaqan fiican jannada waxa yaalla waa dhaqan wanaagsan sa daraaddeed gabadha muslimada ee dunida joogtaana inay dhaqankan oo kale yeelataa waa shay matluuba loo baahan yahay walowlaa haddii aanu ahayn ninku mid ku farxaya inay haweentiisu jeceshay haddaanu ahayn ilaahay uguma sheegeen nimcada uu jannada ku helaya inay tahay yani miya la odhan lahaa jannada nimcooyinkaad nimay holayso waxaa ka mid ah caynka lowlaa aanay ahayn min fitrati inuu ku farxayo ku badhaadhayo uu ku kala badanayo hadday haweentiisa ka muuqato dhaqan ama hadal ama socod ama muuqaal ama wax soo jiito muujinaya inay jeceshay hadday ka muuqato sidaa awgeed bal kutubu tafsiir aan tilmaamo kelimada curuban أو عرباً لبدا قراءك أدون تباخري واسكم إليه وحيدا دان مفسرين تشن قول بيكليين بولي ابن القيم في زادي زاد المصير كيسة قولك كواذا يعلمات كفسرين وحكم إذا العرب وحوياً بولي أنهن المتحببات إلى أزواجهن وسيدة وعوفي ابن عباس كورين أيه وأنا قولك ومجاهد لقصر نقلين أيه سعيد بن جبير ابن قطيبة إمام الزجاج علماء صورة ما يكون تكتين وحليه هي عروبا تهوين كجنة الغشيق وحوية أنهن المتحببات إلى زواجهن وشرح دون وقوة استعليسينية رقودة قول كلابات وحو أرانا يا عربك يكف سيرينا أنهن العواشق وقوة إيجا عشق وهيبا kii hore muxuu lahaa waa kuwo isjeclaysiinaya ninkeeda kana wuxuu leeyahay iyada lafteeda ayaa cishquga haya waana sida ibnu cabaas cali ibn abi talxa uu ka warinayo waana qowlka uu ku tagay xasan iyo qitaada iyo muqaatil iyo mubarad iyo mujaahid laftiisu qowl labaada uu leeyahy qowlka saddexaad ee curuban waxay ku tilmaamaan alxasanat atabacul waa gabadha sida fiican ula dhaqanta ninkeeda isna abu saalix ayaa ibnu cabaas ka warinaya ibnu cabaas saddexda qowlba waa laga warinaya markaa waana qowlku ku tegay abu cubayda qowlka afraad ee masalada tan ay ku tilmaamaan waxa weeyaan oo cikrama laga wariyo alghanijaat
الغنج غنجة جارية غنجة مركلة غنجكو والتكسر والتدلل والسجبين وحيدا دان وحكم ده وصائلك حبك سكرة مركلة الماما ابن زيد قولك سيقول دان بيوح لي الحسنة الكلام أحد المفسرين مثلا دان أقواشي سيقولي ابن عاشور في تفسيره وحورنا يا عرب وجمع عروب بفتح العين ويقال عربة بفتح فكسر فيجمع على عربات كذلك وهو اسم خاص بالمرأة وقد اختلفت أقوال أهل اللغة في تفسيره وأحسن ما يجمعها أن العروب كلمة تنوح لي وكلمة دمر ككو قارة ولغو سفاية أهل العلم وما أهل اللغو مركا يفسر أيانا معنى يالك لقد سميت المامان بولي لكن وحان شيغي يا بولي وح كل مية هوين كان جندة صفدة لغو شيغي عروب قبرنا لغو صفين يا معنى هدو حوين بولي المرأة المتحببة إلى الرجل وقبرنا منك هذا استعلي سينيسة أو التي لها كيفية المتحببة بولي أما وقبرنا daqan keedo uu ka muuqdo inay rabto ninkeedu inuu jeclaado wa in lam taqsid at-tahabbub bulay wa mahukat al-mamaya wa hulay bi an tukthir ad-dhahk bi mar'a ar-rajul aw al-mizah aw al-lahw aw al-khudu' fi al-qawl aw al-lathagh fi al-kalam bidun 'illah aw at-taghazzul fi ar-rajul wal musahalah fi mujalasatihi wa tadallul wa idhar mu'akasati amyal ar-rajul la'iban la jiddan wa idhar adah waxaa ku fasiraya sheekh Arooleyay arubka waxa la yiraahdaa gabadha ninkeeda isjeclaysiinaysa ama uu ka muuqdo dhaqan muujinaya inuu ninka kana jeclaado ha noqoto buulay dhaqankaasi mid ku saabsan qosol ama kaftan ama hadal kulli jajabiyo ama wax taghazzul tilmaama yaani wuxu tilmaama yaa un kayfiya wuxu kala soo guuriyo u yiri waa waxyaabaha marka ay mas'aladu xaraanta tay quraanka u diiday yani mas'alo oksono halasha iyo xaraantu gabadha ajnabiga inay hadalka jajabiso ama ay ka muuqato inay ninka doonayso ama waxa soo dhimo xaraan quraankuna si cad ay nusuustu tilmaamisa aksigu waa halaal bay culimadu leeyeen marka aksigu waa matluub yani nabigu halku ka tilmaamay ninku haddu gabadhiisa u tagana ajar baa loo qoraya waxay idhahay oo maga inta rushaabadeedu gudana ajar hadaa la tagtaa buu nabigu yihi maxay xaaraanta hadda lagtan tag miyaan dambi laydin qoreen walidalik ay ibnu caashir wuxuu leeyahy waa sida ilaahay baa leeyahy falaa takhdacna bilqawli fayatmaca aladii fii qalbihi marad waxaa la yidhi hadalka ha jajabinina oo yuu idin talbinkii qalbigiisu bukay laakiin markay joogto labadii xalaasha ahaa hadalka waa inay jajabisaa si uu u dalbo kii xalaasha waa waxay mamnuuc tahay maxay kharija ziwaaj inay warka ka la timaado amase ilaahay wuxuu leeyahy walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukhfina min ziinatina cagaayay dhulka ku tumin haweentu markay halkaa marayso si loo maqlo maxay jinjimaheediiyo waxay sidato haday gurigeeda joogto odageeda la joogo cagaya meeshay jajabin kartaba ha jajabiso si odageeda ay u soo jeedin karto yacni waxa aynu leenahay khaarijka mamnuuc buu ku yahay wuxuu noqonayaa maxay fii beytiha inuu noqdo shay diin ahaan ku bannaan bal ah acmaasha ay tilmaamayaan cikrima wuxuu kaloo ku tilmaamayaa alcaruub ay almaliqa buu leeyahy maliqu waa kelmadan idhaa hebel waa mutamaliqa halka ka timi maliqu waa qof hadalka jajabiyo oo qofka isu dhul dhigo oo duceeyo oo intii loo baahnaa in ka badan bay idhaahdeen ama markay joogta bay leeyihiin beytka ninka iyo gabadhiisa haweenadu inay dhul isdhigto oo ismiskiiniso oo ducayso oo barido oo odaygeedii hiya almaliqa buu leeyay hiya alcaruub ayuu ku fasiraya bale culamada qaarkood ka fog baabay ku fasireen oo waxay idhaahdaan caruubnimadu hiya alghalima bay idhaahdaan غالمدنا وهيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل لبضبا صدق إمام البخاري
مكة وتفسيره في حديث البخاري في تفسير العربة أي الغنج بكت المامة والغنج في الجارية واحدة تكسر وتدلل وإسيتشبين إيا إسردل دي. إمام الغزالي في إحيائه وحليه هي العاشقة لزوجها المشتهية للوقاع به وبه تتم اللذة. سيدو قد وحول لنا هواني دا مسلم كا قرية كان سؤول للسنان كارا وحوبة هنية قرية نوينو وأكادة قرية جندة كتيري قرية نوينو وأكادة محي قرية جندة كتيري قرية جندة كتيري هو أنت تشوكتا هدين ليلي وعربنا ترابا تاني أنت أي مثالي كرتوين أي مثاشا وح عيبا مركا ما أهمر نبا وح إلهي حور العين تكسفة يعني قبر دا مسلمات دي كسفة ودو عيب ماها ما أها عيب مركا يملينا وحانو تشيدنا ما أها وحلقة خاتشيلو وحلقة خاتشيلو ما أها الحياة قيب كميد ومذموم قيب كميدنا وممدوح وح شرعي قبنيين لقاح الشوضة ومذموم بيلي كما ترتو محبوباتك وحلا تشعلي كما ترتو بل القرآن كماركو تلمام يرقى إياه وينكا وحل يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومن أقوال المفسرين في الرفث وحيدا عن أصل اللغة رفثك وحلوة الماما قفك أو كل واقع إفصاح بما يكن عنه أو قول الفحش بين هذا الكا مرك قفك عادي ومالك هذا يكخش له أما سيعانو كل رنين ويرادو قولي سوى الله يسمر لكتابه وحلق خجل مي علام استاذ رادت كلمة الرفث أي علماء دولي بلو أدك سدي جماعة ومقدمات كيس اللوغة شهده. إذن ماشا تنوحا عن تلمام يوحوي يعني. الأستاذة مريم الناجم باوحي لا دهي هو أنت وكتلة متأججة من العواطف في ترسيدي دبا وكوس كالقعالة وكرية بيتري لكن قفك وحكي ما داباي لا دهي درينك حشوتك إلا سيئة قلدا إيك لقرن ويدي بولادي وحي أباهنين لقى حشوته يوحان أباهنين لقى حشوته أما سيك الهدانو تلبابا بي لا دهي وحلو قاطي إن قفك وقارك سيئة سمدي سيئة شخصية دي سيئة دقنانتي سيئة وحودي بيسو علاقة الزوجيك وحكو سليساني إباب كان وحبا ومردمان بل إيه حيدا دان قبل بدو يدو الرمية هي قميص عصية وحبي قادة طوحن حين يستطي دبا تنا تصبح حبي قادة تبا اللي يدو مال بي فريستة ويوردد ولا واحد كويدا دي ما بعد هذا من هذا لفضنا ودود كالفقة انا دعس عصبرتو مرياح الحلاتو اسكرنا لالسو هدنا دي وردي مال فريستة ولا ما كالفق بي كويدا دي مرياسا واحد تلي بينا دان بيت اي لدي لله مني جانب لا أضيعه ولله مني والخلاعة جانبه وعيتني إلهي دنب يقول يا حان ربنا نضيعه دل دل كي مرة نقت كنك حقي سنة قيب يقول هذا يا نان ربنا نضيع عبي هذا يعني لا بد به بنين تنا وباب كلو إلهي بن إيه مرك يقول جيجي شوكو كاننا وحويان بيل هذا وردي كانوا هيني وامبري لذلك يا ابن عساكر باو حسوان أغليا بلال ابن أبي بردة بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وتابعي أبي موسى الأشعري باو ووغيس صحابي الأورنشري صحابة النبي كتر سنة إسنا أمير بصر أيها هانشري أيا قولا جلسدي سوالة فرد دبو حكويري ما العروب من النساء والقرآن هو كان عروبا أترابا شاقية هوانك واتيت عروب كاي قال فماجو لاتكي وابوغ بوغين ماركي نكي يقوين أميرك مقالة أنا وكلمة تنوي ديي ولا بوغ بوغين دابة تنوح الصواق قليبا ليلي إسحاق بن عبد الله بن الحارث إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن النوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن الهشام أي صواق قلي إن هاشمية نبي محمد إسكو عبد الرسينيين عليه الصلاة والسلام هو إسنا علماء دي وقتها شوكتها تذكي مركو نيكا نوسو قليبو حدي قد جاءكم من يخبركم فسألوه واردو يما دوان نيكا ورمي ايساق ويدية بكوين هذا يدنكو كور وريكتين وشيق ويدين
كان أهلو البيت كابا كورمي ويدية بكويري وما حيبا اللي يروحوا للخفرة المتبذلة لزوجها واتا حشوت كبدا مركي ماشا كلا تشوفت من كده مركي تشوفتنا واتا وفرفرنا ومر دقتا يصدق دقتا دبتنا قبي بوتري وليي واتا اللي يري يعربن عند بعولهن إذا خلوا وإذا هم خرجوا فهن خفار مركي رقو دلتشو قانا وعرب كقوى الغوت المامي حق الدبدة مركي وبحانا وخفار يعني الحياة الشديد ولا لا خفرها وقوى آدو وحشوت بضن ستاو كيدو حينو تلمامينا قرقو سيو غرد السنادة وقري صعيدة ونقضة وينو نقضة قري كالقعل كيسو تشوكتي هاي كما ورما إنه عشرة دي هيد بالمعروف اللي قرد أقمي باب كاسمها باب كينو تلمامينا سأوجد بالنبي صلوات الله وسلامه عليه سنوح تلمامي حديث جامع صغير كفو قرن صحيحة أو ألبان كنت تلمامي ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة ما يدينش يقابل نبي صلوات الله وسلامه عليه هو أنتين أهل الجنة ضع صفتك وواده ونبي سيوح كشك الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى نبي عليه صلوات الله وسلامه عليه هو أنك نقوى أهل الجنة وحوينا الودود وهطني كذا جعل كبدا كسف ودا جعلك كان أهل الجنة هو أنك مسلمات كدوني دشوجة جنة قليه صفة دي لوجوه الرئيسية وحكم دينا نقطة محي الودود الولود العود تجعلني كذا ووحدة ليسة وعودة يعني عائدة بالخير ونفع إلى زوجها خير يوني أقول إنك هذا كل نقطة ليسة تهدي أي وحدة إنتو أما يظل الديبه إنت إنك هذا قعنت قبطت إلى هذا والله إن أنا وحبرد دمين إن لا ترال نقطة مو يعني هدي حتى يظل الديبه أبو نبي يقول يا مسة يظل أي وحدة إنتو مركز توا وتاجن إنك هذا رالي قليشو ولذلك أي لورا دويل قبل أن لا يدعى مرايكا كي لا يبو كرا يبحيان ترجمة ديسا الزوجة المستسلمة وحي تلمام إسا وهي قبل قور ستي دبتنا مدمر كي تشوغي بيني كي دي ستيلين واسكا كالاتاقين نوحي لها دي نوع من في من اسكروبيا دي باب كما يكسو كورتي إني كي اسكرد عسو اسكي علي سوا كاسي مركي دنبان وحا فكري بي لدور رادي محانا أنو قلن كي يقوي ريرهان شعر كي دات ولي حاسس كان يسوق بان دبتنا كوشنير بقاطه انترفيو بقاطي انترفيو جدي وحوقصوا بحي غير كستور لسنين وياهي غير سوتش شبان وهوينتو أي تهي ميد إنك هذا شعلة وش شبان وحبكوا قفصني ولذلك بروح قرتي بوك أي لذا طبعا ديك واد ببغركنا حبال غاطي أيوب حسي المرأة المستسلمة استسلمي لزوجك بي بوك وفكرة دي صار موينتا نينك واللي باح بي لهذي هدي ادسكسو تاكتنا وكوني هدا دين او تشابناتنا افكي سات كلب خيبيل هدي وخا كجيره سدرادد تشابني اسدي بيلاده وخ كاستا وا لو سينيا هدا ادغو اسديبتو وخ كاستا وا لو سينيا اذا قفك مسلم كا امرر كا مسلم كا ورر كالقعل كاسي و دخهي waxaa laga yaabaa inaan xogaa tilmaamay عروب نمدية ودود نمدية بل دنك كلاان تلمامه ولما مركا عن تلمامه يوحى لغاية كتب تن بابك كورة داتك كلا قرآن إن أفكار خالية أون لقرة أن تصالي الوضن يعني عيد مجرو استاندرة ومركا أفكار تلا شرحو دبتنا استاندر لقو قيمة يمالي مثال مجرو تصالي مجرو لكن واحد لقيا باون علماء السلوك وعلماء النفس والسوسيولوجيا واحد لما يداي واحد لقرون أفكار الله تلمام يجري كل سنة كركن تن أن كدا يقيف تنين كبا هذا أن تهضم كي أهله كنا وساق عطي تن النبي محمد ساق بنا صلوات الله وسلامه عليه يدق كي كم وضي واحد عن ربا ما دام أنا لي حب جي كالجعل كن كي جبرنا ورد حياة ما المهارة اللي استعليه اللي سكرسده قرر ما هي بين لين ووحل بيري كرو تشوكتن نقن كرا
oo gurigu kalgacalkaasi uu ku noolaan karo ilaahay intii alla u qoro. Laakiin beeristani waxay u baahan tahay labada qofba inay wada beeraan. Waxay u baahan tahay haweenaydu inay beerto oo ay ku beerto wixii sharcigu uu baneeyey. Waxay kaloo u baahannahay inaynu aragno ninka iyo jaanibka cawaatiftiisa tan uu ka tilmaamayo nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh axaadiista ka soo aroortay tirada badan leh. Nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sifaatka nusuusta kaga soo arooray waa sifaat aada u cajo badan, waa sifaat dhan tawaaduciisa muujinaya, isagoo nebiya oo rasuula oo ilaahay ummaddaba kuu ka doortaya oo aadam laga soo bilaaba ilaa iyo dunida qofka ugu dambeeya, beersankii ugu koreeya, ugu sharaf badnaaya, ilaahay ugu jeclaaya, xagga alle u xigaya. Yacni waxaan odhan karnaa waa aqlaa insaan kownka lagu dul arko. Laakiin guriga dhaqanka iyo qaabku u dhaqmaya jacaylkan uu beerayay nebigu cayn ku ahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. Waa kala nooc inaad ka warabto dabadda marka uu ninku joogo ama gabadhu markay joogto bulshada siday ula dhaqmayaan waa si gaara. Gabadhu dabadda markay joogto xishood iyo hadal fiican iyo dhowrsanaan ayaa laga rabaa, iyo xijaabkeeda iyo waxeeda sidato. Ninku dabadda markuu joogo waa nin wax maamulaya, odaya, waayeela, waxgarada, aqoonyahana, wax kastaba ah, bal ee saalixiin iyo awliye nebiye rasuulla leh. Laakiin guriga markuu joogo nebigu iyo rasuulku iyo dadkani say u dhaqmayeen. Idan xayaati albeyt way ka gadisantay dabadda xayaato badan oo taalla. Sa daraaddeed baa caaisha waxay leedahay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayaa intaan weel wax ku cabo, xadiiskii saxiixu muslim ku yaalla, kuntu ashrab fa unaawilhu nabiya sala allahu alayhi wasalam fayadac fahu calaa mawdici fay, intaan weel wax ku cabo nebiga ayaan u dhiibaa bay leedahay. Dabeetana markaan u dhiibo wuxuu eegtaa nebigu halkii aan waan afka saaray, halkii dhareerkeedu ku yaallu kadaba cabaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh. Yacni waa guri reer ku wada nool. Saa daraaddeed waxay leedahay weelkii aan wax ku cabay markaan nebiga u dhiibo halkii aan afka ka saaray weelka ayuu nebiguna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi afka ka saaray. Wa atacaraq alcaraq fayadcafahu calaa mawdici fay, waxay leedahay caraqu waa lafta hilibka, weliba marka inta badan laga dhameeyo wax yaruun kusii hadhareen laf baan feentahay, halka aan ka goostay oo intaan feenfeentaan u dhiibaa halkii aan ka goosto isna kasii feentaa bay leedahay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. Yacni caaisha dhaqankan waxay usoo guurinaysaa inay muslimiinta barto nebi muxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh siduu u dhaqmayay. Waxay tilmaamaysaa guriga siduu uga dhaqmay inay ahayd weelka haweentiisii wax ku cabtay halkay afka ka saartay inuu afka ka saarayay. Waxay tilmaamaysaa iyadoo xayd leh inuu dhabteeda ku tiirsanayay oo ku jiifsanayay. Xadiidkii saxiixu muslim ku yaala kaana rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam yatakau fii xijri waana xaayid, nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dhabtaydu ku jiifsan jiray bay leedahay anigoo xayd leh. Waxay tilmaamaysaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idaa kaana billayli saara macah, xadiidkii bukhaari, habeenkii bikinik baan u wada bixi jirnay bay leedahay nebigu, waa israaci jirnay litanazzuh. Waa nebi iyo rasuul weliba goorma jooga, dhowr iyo konton jira odhan anugu oday baan ahay oo dee dhalinyarada raacraacda islaamaha ee aruma daba gala maaha. Waa nebi rasuul ah oo dhowr iyo konton jira calayhi salaatu wasalaam oo la socda haweenkiisa tii u daayaray, gabadh dhowr iyo toban jira la socda, waa madiina caaisha oo dhowr iyo toban jira, iyo nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo dhowr iyo konton jira ayaa waxay leedahay bikinik baanu wada bixi jirnay. Bale waxaad ka garan kartaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ma qarsanaynin xataa kalgacalka. Innaga waxaa laga yaabaa ninku nin soomaaliyeed bal ku dhe gabadhaadaba jeceshay, yani gayru macquul, waxaasi wax af la soo mariyo way ka weyn tahay. Nebi maxamedna inta saxaabada u yimaadeen bay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyow dadka ayaad u jeceshay, dee caashe buu yidhi nebigu. Tasawur,
النبي محمد سأله لو يدي ضد بياض وتعشي طاول هذا عاشا مركز سيد هذا رجان وشيدنا مركز سيد أبهد أبو بكر أبو بكر بار متشعل هاي يعني يسقون النبي أو الرسول أيوه وحي علماء دولين حتى المصارحة بكلمة الحب ما ها يدا ينو مصارحة يقرا ينو يدا كويد هذا ننسى ما ليدعيت كلد أيه وانتي سالك ما يا أبو ينو والجوا كتشعل كويد يعني واحد لقح الشهداء رفقة صابح كريم أما كوين ولي بس صومالي يعني ومشكلة بكل طيبة كان ما من النمى دي بواي أما ومال هو سكون عايو أن دي بلوغة صوغة دي كريم يعني واحد سكاك ينقل ضميد مشكلة دي وحوي يعني الحياء الجميل وحي شيء جي حشوتك في عن إيا وحي شرعاته بنيسي دقن كأهابا سكو قلدمي هي شرعاته بنيسي دقن كيبا ينسكو قلدمي ولذلك النبي صلى الله وسلم عليه هو انتسى وتنزه الراعي بل اه يعني وحن اردم وحن اتل ماميا وافعال انتهد بضنه عواطف طي وحكى بدشه وافعال موقال كيدو ويري خب قال كعبت انت قضاد انك عبت موقال هان ما هي سمين سابال غير انك سوبال جراب لكن وحن نري وحكن وحو وباهي ان لا بيرو oo dhaqamo yar yar oo tirsan oo adiga agtaadaan wax buuran ka ahayn ayaa qofka psychologically haday degan noloshiisa wax badan ka bedela idan waxa la rabaa waxa weeyaan in gabadhu ay muuqato dareensiiso ninkeeda inay jeceshay aksiga waxa kale la rabaa ninku inuu muujiyo haweentan kalgacal iyo wanaag inay ku wada joogaan oo jecel yahay maaha aniga yati gurigayga joogtay maran usraacnay ama aniga iyo yaani hatta inuu ilaado reerkaygi ayuu afka kale warwareegaya marka aniga yati guriga joogtay buu leeyahay asalku laakiin waxa weeyaan nabigu sallallahu alayhi wa sallam intu guriga soo galo ayuu shaqada guriga wax ka qabanayay oo uu la qabanayay haweentiisa tan bal eh si uu cawaatifteeda u ilaaliyo haweentiisu jeclaa asxaabteeda ay jeclayd ayuu nabigu hadiyada u diray oo fiirso haweentii socdaalaha saaxiibadeedii ay la saaxiibada ahayd ayuu nabigu hadiyad u diray hadiyadan wuxuu ku sii raali gelinayaa maxay haweentii si u jeclaa bal iyadoo dhimatay ayuu diray Aisha waati hadithka saxiixa ku tilmaamaysay in saxiix muslim ku yaalay marka neef la qalaba nabigu wuxuu dhahdaa Khadija asxaabteedii in hilibka wuxuu uga dir qati Aisha la idu leeyay gabadh kuma hinaasin ان هوانت هاد دمتيان نيس سو غارين سيدان اوغو هيناساي ويلاد سيدو نبيغو جعيلكيدا و موجيسنيه ان و قرسنيني انو جعيل يحي ايو موجيسنيه بل اصحاب تيدي ددكي اي كخدنيت انو جعيل يحي نبيغو صلوات الله وسلامه عليه و دقنكيسا انو توسينيا كلمه دفي عنه وحا اي ترتو كلمه دفي عنه كلمه دفي عنه نبغو هوانتي سو أماني أمانتو ووح فطرة بن آدم قوسك عش ووح وقفكو يربون بون سما دي وحلا يرشيك شاكو هواني دي سو نبغو كويري إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر طعام عاشا فضل جادو وحكوية هيبو نبغو يري صلوات الله وسلامه عليه المرك الله يقدر مرك خاله سيدا ثريدكو كيه ثريدكو وا كمس مرق يهيل بلقو جو جوية وقت جو ديا ها يعني عنده وقف يعني ملا مدينية غير كده تالي ومرك الطبقة ده ونقصر رين كرتا وحيوف يعني ده يعني سه ثريدكو هلكو كتشو قدر مر أيو كتشو وحماش كم مغضى وحوي هاي إلى حد لغضة تنا أمان تيا مشاعر تدتك مركز إسوي إسوي دار سنة حتى هوان يديسة أمان تشعور كوان كتشعل يباب كاسي كو صاب سيسن ورك يدو حتى بين ماها وبما شيئا يا ورن ميش ولذلك ما حديث النبي صلى الله وسلامه عليه صحيح أبي داود كقصوغا وحن نبي دورك الشيء ويري بين ماها وحكم ده والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها labadoodu sheekada isboo wanaagsan yaan iyo mashaaciirtaasi al-mubalagha fi hadith al-mashaa'ir bayda hadan kadbiga kuma jirto beenta kuma jirto waxa ka muuqata
نبي صلوات الله وسلامه عليه الى حد انت وحتى هوايات كده وقلا افكو حلقه يا نوع من الهوايه وحو جعلي اسك جيرتو عاشو انن يرو دوريت ما جيرو دلن يرا waxay lahayd bahala yar yar oo ay ku ciyaarto habla yar yar iyo farda iyo waxbay samaysatay ay ku ciyaarto iyada iyo dhalinyaro kale oo yimaada dabatana markay dhalinyarada kale ay habla kale la jooga markuu nabigu soo galaa la is ururiya meel baa la isku qariya aisha markay u tagtay nabigu bahalada yar intu qaadabu hoosta uga dhiibayay si ay halkooda ugu ciyaaraan yani xataa inuu ogolaado hobigeeda yar yar ciyaartan yar ay guriga iska ciyaarayso inay wadwadato oo meesheeda ku ciyaarto حلان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحكم موقتة هذه الكلمات مركا إنه تلمام إنه هذا الكنعة إنه أمان أيه أما شعيل كي سو موش السنة أيه أما هوايات كذا وحقوق قلان أيه أما وجرجة وشقين كقار كود جرجار أيه أما ويل كان كي وحكا قعب تي وحكا قعب أيه كل هذه ولغة المشاعر ولغة درين كترجمة يعني قفك بين آدم كا صعد كيس هي هذا الكيس هي موقال كيس هي الديمديس واللغة قفك كلنا وفهمه ولذلك بقى أحد العلماء بقى نركي الدكتور أبو كدياري لغة التواصل في القرآن هي بقى كلام لقمه ورمي لكن وحك له يعني بناء آدمك هذا القرآن ما هو حقوق هذا حريدة ولذلك مرك جوري قد بدل لقى شوقه وحلا ممنوعي هو أنتو إن السحش ماله وصع طبعا لأمري وحلا لي وحي سكبي سا وقفك كلا إيش سسويش يدني عقار دول كالقوق راعي وحصل دم بالما ويا واللغة سكبين تاني واللغة كبهن دار لقادنا يا واللغة طبتن داري مرة ويسن قدار دو 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 كم نو سقر سوالف جميعا ركض حكى بعض دمك سقر الله ويا له وهنا وهكبر كله هب كان مريء سواك نكبر دو دو لا أركي ماشي دول جاي وفلسفة يعني محيط هذا نستايل إنجنيرس كوا حنا يدشيه ويان قلده فاشة كسمايسا كابتن دمك وين أي محلو ديري والتمايل كبر دول كونا بنا هديلا سيجوا يسكت دق دق لين سعادة وسعانسا لكن أنا روح عن طال الربا إن شو كذا دور دغدغة قط تمايل ودعه دب تركب دارا ولا وحاسر دم دب دوا كم ممنوع ويا واللغة التواصل بكمته وأفكار لغة حديده واللغة كم إذا لغات كبني آدم كوف فهمي كره أو كوا حديده كره هذه اللغة بيت كوي فسحنته إذا نك يجبره دائما إس دائما دائما يوحش كوف فهم سين كران هذا لا يتريه وكو قصلي أما وكو فرحي أما أي رالني ما وكم وشيء مرا أي حرتة أما وحدي عبر استعمى شيء أري أي كتري قاب أي جرجة دور نحس عطي all these kinds واللغة التواصل واللغة ذي نقول لنا وحي بيري كرتا يعني مشاعرته هذا القرى لقوم موتي حتى أهدان وام كتش على أفك صباحين وين كصباح هذا نقا موتين إياه أنا تعيش هاي وين اللغة التواصل أي كرتا وحي أبا كانت المامية سيد الدرادد لغة مركا أنك ورمي وحنا دين وحنا شعلي إنه ندتك جوري لها أيهين ندتك أما شريط كان دقي السنة يا أما داونا يا أما شوكة وأيو لغة تاني ولغة أن لو قلين خارج البيت نيو بحضه وينبغي صلوات الله وسلامه عليه حديثك صحيح ومسلم كيالي وحت المامي إن من أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة ما لنت قيامة دتك دتك وشر بدن وحكم إذا أبو نبي قولي نين سيجي جبردي سوارك يدح مريه باب كاكو صافس سنة أما جبرد يدي ينين كيدي وارك يدح مريه باب كاكو صافس سنة ده بدك كشيء كيسي إذا واللغة جوري كوكوبان واللغة قفلن وان لغولين إن الباب كان كبحده سدرات ده مكان لغة تلمام إنه في السوق هداي تكتوى في السوق يفجور فان كان إنه تلمام إنه وحلينه وفجور ويوا لغة بيتك أول جيي سوق لجيي ويا ولغة بيتك وسوق لجيي سيدا وجد أي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وحقت المام يا وركاس
baabkan ku saabsan ee nin iyo gabadhiis ama xaaskiisii baan u jeedaa, nin iyo haweentii uu qabay dhex maray, inaanay marnaba bannaanayn in dabadda lagaga warramo oo lagaga sheekeeyo. Haddii dabadda ay noqoto wax lagaga sheekeynaya, inay yihiin min ashari nnaasi cinda allaahi manzilatan yowma alqiyaama, dadba kuwa ugu shar badan ilaahay agtiisa maalinta qiyaamo. Waa lugo marka aynu leenahay waxay u baahantay in ay ku koobnaato beytka. Lugadatan cutuurta iyo waxaan la ismamruuriya, caaisha waxay leedahay xadiiskii saxiixa muslim ku yaalay, waxaad moodaa inaan nebi maxamed arkayo oo fi mafraqi ra'si tiibkii iyo wixii ismariyay kaga yaalin, yani suu nebigu isu qurxin jiray ama uu jeclaa gurigiisi iyo meelihiisen markuu joogo, in cutuurtiisi iyo wixiisa kani inay ka carfaan inuu gurigiisu. Waxaan leenahay lugadatan iyo warkan aan tilmaamayo dhami waa war ama waa dhaqan iyo afcaal sheegaya in kalgacal uu jiro. Nebigu salawaatu llaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamayay innaka lan tunfiqa nafaqatan ilaa ujirta caleyh xataa luqma tarfacuha ilaa fiyi imraatik. Xadiidkii bukhaari wuxuu nebigu yidhi wax kastoo aada baxsatay, yacni in laga abaalmariyo xataa raashinka intaad qaada aad haweentaada afka ka geliso. Xadiidku muxuu tilmaamaya ninka muslimkii raashinka intuu qaado inuu maxay haweentiisa inuu afka u geliya inay tahay wax laguga ajarsiinayo. Luqadan aan sheegayiyo waxaanan ka warramayiyo kalgacalkan aan dhisaya waa kalgacal aan janno ku doonayna dheeldheel qudhamaha. Laba shayba wuu wadayay, gurigan dhismihiisa wuu ilaalinayaa, dadkan wuu isu soo dhoweynayaa, dad isu laab furan oo isu qalbi fayoo oo isu dhadhow buu ka dhigaya. Waa mar labaadee waa waxaan leenahay ilaahay baa loogu dhowaanaya subxaana wa tacaala oo wax janno lagu helayo. Sida daraaddeed ayuu nebigu salawaatu llaahi wasalaamu calayh isagoo caaisha la fadhido ayaa waxaa soo gashay zawda, haweentii ugu weyneyd haweenku qabay nebigu, iyo tii ugu yarayd weeyaan. Labadaasoo nebigu qabo, midna waa tii u weyneyd, midna waa tii u yarayd, labadiiba halkan bay fadhiisteen. Labadiisa adin buu midba mid saaray, adinna caashu dusha ka saaray, adinna sawda buu dusha ka saaray. Caasha intay kacday bay waxoogaa raashina soo samaysay oo ay sawda u keentay. Sawday tiri cun, sawdaa tiri cuni maayo, way ku celcelisay cun may, waad cunaysaa cun, cuni maayo bay, haddaad cuni weydo wejigaan kaa marinaya bay tiri nebiguna uu dhex fadhiya. Sawdaa tiri cuni maayo. Caasha intay raashinkii barh qaaday ayay sawda wejiga ka marisay. Nebigu salawaatu llaahi wasalaamu calayh labadaa din buu markii hore ku hayay, sawdina si ay uga goosata buu nebigu cagaa ka soo qaaday, labadiisa adimu ka laabtay, sawdina intay qaaday wejiga ka marsay iyaduna. Yacni waa gurigii nebiga lagu cayaarayo, sawdina caaisha cunno wejiga ka saartay, caaishana maxay sawda cunno wejiga ka saartay. Waxaan uga jeedaa waxa ay tilmaamayaan qadaayaadkani in la beero ama se la kobciyo kalgacalka u dhexeeya ninka iyo haweenka isqaba. Saa daraaddeed buu nebigu salawaatu llaahi wasalaamu calayh xataa safarka markuu tegayo haweenkiisa intuu qori tuuraa buu tii qori tuurkeedu soo baxuu kaxaysan jiray inay safarkana xataa ay la socdaan. Lugaadkani waxa ay sheegayaan bayn leenay waxa laga yaabaa ninka soomaaliyeed inuu caruuro uu arko, laakiin ninku gurigiisa markuu joogo waa ilmo weyn, waa caruur, halkaneed ku caruur ahaataa loogu talagalay. sida daraaddeed buu nebigu salawaatu llaahi wasalaamu calayh caaisha intay dabadda usoo yaro baxeen buu yidhi inakeen baratanne waxaasho inan yaraa waa la baratamay, markaasay ka dheeraysa muddaa la joogay. Maalin dambe oo haddana safar la jeegaa buu yidhi caasha maantana waa baratamaynaa inakeen, waa yaro marmarsato may waa baratamaynaa buu yidhi ina dhaqaaji, waa la baratamay. Markana caaisha waa yaro cuslaatay oo inanti yarayda fududayd maaha, sidii hore way iska bedeshay. Dabeetana wuu ka dheereeyey nebigu, intuu ka dheereeyey buu waliba yidhi tilka bitilka taati u tuur buu nebigu yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh. Yacni midkeen baa arki kari lahaa isagiiyo haweenaydiisu intay dabadaa u yaro baxaan inay baratamaan,
يعني واحد لقيا بايني صورة إنك الصومالي جاكتيس تهلايني تاي نني ملاعان أما وحان يعني دقة نوين رغمة ودقة النبي أنا وحان كورم وحان إذا مثال ككما بحنيه أن عد كلا تسأل كما بحنيه وتسأل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وأه بشرية عدي الله صدرين وهجو أه إلى هيبة وحى أبوري كوج على سبحانه وتعالى مخلوقات كبشر كلا يقانه سيد ردد أي النبي صلوات الله وسلامه عليه رقم كم موقن يه موجنا يه إن جوري كاني وكلجع القاس كل سنة هذا سيد أوجد بو عايشة مالك وتري له رسول كسي هو إن كلاه دميد كوني يا ميلي أنا كوني أم عبد الله بو وياه سامام أحمد حديث كسي كت المامي بل أمرك وياه يو ترخي من شري عايش ما قع برد لجويه ما قع إن الله ترى إن يعني مقعي هو أنتو عن لوضع دمين نصير أنت الله شاكو أنت كلان الله اسكتكو كل ذلك وحي شاكيسا لغضة يقاب كان لوردق ميائنو يقاب مشاعر الله إليه عاشو إنا يرى هيا حبشي دي عياري سيوا حيتري مرة بتابو النبي كويو دي قلطان عياري سينا دعواتو هابا يكتري تهتر النبي كويو ستا يقول دين عيسي حقا دمين تسكسو تاكتي أيان طبعا كذا ما خوف صار يبي له هذا، ومال تقوله ما كده عشان ماركو يلاه طبعا ما يبان يلاه ده بيتري، أنا قول ربي دكتور إنه قادر يبي له هذا هل كأن النبي كتشوه، عيارنا ما ربي نوع ربي يبي له هذا، سو النبي قوي قط شبابية هاي أنا كتيسة قيمةها وقولها هاي، إن أي دكتور خلاه قادر أنا ما دمر خلاهين قادر، وحي تلمامش قضايات كني، روح المرح. إن أي كشرت يعني كشرت إنه نبي محمد لا يخياركم خياركم للنساء حديث الترمذي الباني صحيح كنت المامي ويدن كفي عني فقود مركوضة وكفي عني باب كان أحد نودعين أنت المامي مثال كيكواد يعني المفتاح الصعادة الزوجية وشركات رأيك أنني قبل إسخد الصدين شركات الرأس مالك هانتيد الرسم هايستاني كو تجارين يانبينو لأو الحب وهلكو كبلا مفتاحة كاني مفاتيح دواء الكبضان بايلا هاي تلماما نعلم ديو كمي دا التغاضي إن حساب تبضاني تزيد المصافات بعدا إن ليسود القاطو وحيا ببضا إيش اللي جرّوه؟ سكال جعل كوو برنادو. حكم إذا بعيد هذين. التوافق بين التوقع والواقع. كل هذا وحيوبه هنا هنا أمثلة من الكتاب والسنة هنا نتلمامنا. لكن وقت جو سكرنا ما نيا. وحن كسيو كوبي ياون. جوريك مسلم كاي. وجوريك الجعيل يسؤور في يومان كنول. وغوري النحاريس إيو معاملة دي في عنايدة نصوص دا قرآن كي حديث كشيغي سي إحساني إيثار إيو ونأك قواس أردان كرا عدالة دي الرحمة إيو وحا قرآن كشيغي يوردان ويوا ماشا للربو إن لغو بربار إيو أبت كبلوشة دا وصوكا عيا وأبت كينو غوري خيما دا يساقو إيقانا معنى الحب يددك كالقعل كاللوهين إيو نحاريس دا عدالة دا لمرسنانتا عفوغا تصامحا كل ذلك النصوص دا قرآن اترادة بدن لأي شيغيسو إلغو يريددك كالا كولاردقان وحا أولا وأوغوه الرأيينات كولاردقان تاما حي تانا لوشي وداك تان هاوينا وحان كسو كوبي أيضا نبي محمد وحولي صلوات الله وسلامه عليه قبر باو تيمود بيتنا دانا إلا هيد باقي كوارا يساتي مركي داما يساتيو حكويلي نين ملاياتي ها بيتر سايسكتهم بولي الرقيسة ساطعي وحانو تاقوا يمو يعني وحبوبة هاي وممال يالا بيلاتي يعني واح كستين الرالقة ليابان اسكد ضياء وحن نبي قولي كد دال إساقا چنية النار تادي يبو نبي خويري إذن هوين إذا
ninka waxa caanka ah atakabur bay yidhaahdaan iyo alkibriya. Markaa wuxuu isleeyahay armaas haddaad waxan yarna samayso lagu yeesa ayaad hoos u soo dhacday, waa cuqdatu naqs ragga ku jirta bay yidhaahdaan. Cagsiga dumarka bay dhahaan waxaa ka asalaa suluukiyaadka lagu yaqaana alcinaad, madax adaygoo ninkan haddaad dabadabacsani badan uu kaa arko uu ku gumaysanayaaye dee aada wax iska dhicisid. Laakiin guriga dhabta ahi waa gurigaan labadaa midna oolin, ninkuna markuu guriga joogo isla weyniyo dhan uu ilaabay, haweentuna markay gurigeeda joogto daaca dhammaanteed ay la timi. Ay haweenta waxaa laga rabay xadkuu nabi maxamed tilmaamay salawaatu llahi wasalaamu caleyh. Mucaad ibnu jabal markuu shaam iyo meelaan ka yimi uu arkay qolo boobabkoodii wadaadadoodii usu sujuudaysa uu nabiga yidhi adnaanu kuu sujuudno oo isku dayey, wuxuu nabigu ku yidhi salawaatu waxaanad samaynaysa waa maxuu qisadii buu sheegay. Nabigu wuxuu yidhi haddaan bashar uun fari lahaa inuu bashar u sujuudo, bini aadam uun haddaan odhan lahaa bini aadam, sujuuddu waa maxay? Sujuuddu waa meesha muujisa inaad ogoshahay ilaahay inaad addoonkiisii tahay. Waa waxaa muujiya jidhkaaga halka ugu qaalisane ugu sarraysay aad haysata waa wejigaaga, aad soo nad nadiifisay ka dhalaalisay. Markaad halkaad cagaha ku haysay saarta macnaheedu waa maxay? Waa ilaah waa isu kaa dhiibay, waxaan ogolay inaan addoonkaagii ahay. Waa calaama lilistislaam. Waxaa la yidhi haddii bashar uun loodhan lahaa bashar adna madaxa dhulka u dhig, haweenkaa loodhan lahaa ragiina u sujuuda. Idan haweenayduna cinaadka ha iska dayso, ninkuna takaburka ha iska daayo, guriguna kalgacalkii maalintii arooska laga ololo lahaa lagu dhisayey, maalinta xabaasha la qabanayo inuu sidii u jiraabaa loo baahan yahay, ma gaboobe eh ha gabooji.